نحكيه على سكان الصحراء، نحكيه على الناس اللي تعيش في البراري في الجنوب التونسي، والخدمة نتاعهم هي رعي الغنم والإبل وغيرها. وقت نحكيه على الاختصاصات هذه يظهر لي أنت تضحك تشيخ، تقول لي هذه هي حياتي. هذه هي حياتي الحين، لكن العيش اللي تنفسك بها هي يعني. والحمد لله يا رب خير منك الزوج مولود، والكراهب والحس واحد غادي كالم، وتعيش تشبه العزاي اللي تاكل كيما انت، عباره عن تاكل انت. ولكن السنية ربي يلطف بينك وبالمطر، ان شاء الله مطر وكو. الناس تشكى من الجفاف، قلت لي جفاف الصحراء اخيب، جفاف الصحراء يوجع. خمس سنين قطره برناهاش، الناس الزوايل كملت، الناس بدات تبيع في الزوايل، تخرج الزوايل البر خلاص، ناس هملت، ناس والعلفه غليت. تو الشعير قدام ب 21 دينار، بدلنا ب 35 دينار، زادوه ب 35 دينار. عايشين كيفاش تتعيش؟ وني هذيك عيشتنا يعني. خليت الصحراء وجيت لدوز اليوم وقابلت، قلت لي باش نهز السياح للصحراء، معناتها انت توري لهم المسالك شلون تعمل بالضبط. اي المسالك السمحه، هم يحاولوا يدوروا الرمل، هم يدوروا الوعر، مرات يدوروا ناس تدور الوعر وما يعرفوش. تو بالجي بي اس ما نجموش يمشي، مثلا يمشي بالجي بي اس نتاعه، متعلمين يمشي بالجي بي اسات، كراهبهم تكسر. اما احنا نعرف البر، نعرف الطريق، نعرف من نتعدى ومن نمشي، والبلاصه السمحه البلاصه الخايبه، كل شيء نعرفه، نعرف الرمل، نعرف كل شيء. تعرف قلت لي البلايص الكل، وتعرف الصحراء نقطه نقطه. كيفاش؟ كيفاش هذيك هي عشتنا ثم، كما انت تعرف تونس هذه البلاكه ماشيه لوين سيدي بوسعيد، واش تقولوا له انتم ومش عارف وحبيب بورقيبه، شارع حبيب بورقيبه، احنا نعرفوا كوكب بالضبط. عندك شارع حبيب بورقيبه في الصحراء؟ عندنا شارع حبيب بورقيبه في الصحراء. شو ما النقاط اللي تمشيوا لهم سميهم لي؟ نمشي للتنبيين، قصار غيلان، حويضات الرشيد، سيف السوان، السويده، كريح بقر، برعويل، حميد الرتم، دخلت برعويل هيك، وكل بر كامل، والبرما بر كامل، والسويده، كل شيء. هذه اقصى الجنوب التونسي، وفما شكون يحكي يقول معناتها الجزائريه والليبيه والتوانسه يتقابلوا في الصحراء، خاصه في جمعان الترفيس. في الترفيسي وقت تجي الترفيس نمشي، لكن يلزمك بالرخصة كل شيء واحد. واحنا ماك عارف احنا البر برنا، وتلقى التوانسة احنا يشدونا يقولون هاتوا رخصة، وحتى الرخصة يبدا يطلعوا في الارقام وكل شيء، ويجي الزيري يهبط من غادي، واللي بيهبط من غادي يتلمت في الترفيس في شيرت تيارت وزار والبر هذاك ما يكلموهمش. انا مش عارف شنو المشكلة، واحنا بالعكس احنا نحمو فيها، احنا صحر تونس نحمو فيها، احنا خلاك كالم تو الناس تمشي مرتاحة وتروح مرتاحة ومتهنية، ما بين احنا انتم تعسوا على تراب تونس. اي بطبيعه الحال، طبيعه الحال نعسوا على تراب تونس. نحكي على العيشه، قلت لي انت دبيت في الصحراء وتوكر في الصحراء اسابيع واشهر، وهي والعائله اش تعمل لهم؟ العائله هو عندهم العائله الكبيره تبدا معهم. احنا بالنسبه لنا احنا مش كل واحد وحده، احنا العائله الكبيره معناها هي اللي تلم كل شيء. كيفاش فسرني؟ العيلة الكبيرة مثلا تمشي للصحراء، المرأة تمشي عمل العيلة الكبيرة مع أمها وباباها، الواحد يعيش تم الفترة اللي نقعد فيها 10 20 يوم مثلا شهر، أي وقت تعيش فيه تم متهني، معناه مرتاح البال. مرتاح البال صحيح، لكن في الصحراء لا فما لا ضوء، لا فما معناتها معون باش تطيب به غاز وكذا، كيفاش المرأة معناتها السادابت في الأمور هذه الكل؟ لا عادي، احنا الضو ضو ربي، والعيشة بالعكس، العيشة كيف تبدا تبعد على الضو وتبعد على الغاز وتبعد على كل شيء، هذيك العيشة الصحيح، هذيك العيشة وهذيك الماكلة الصحيح. حتى في امور البدا الماكلة الصحيح اش طيب؟ خبزة البلة، المرقة، الكسكسي، الجلبانة، مقرونة، كل شيء، تمر وحليب، خاصة تمر وحليب، عشتنا تمر وحليب احنا غادي، وخبز ملة، هذيك هي الماكلة، والماكلة الصحيحة. ماكله ما فيها ماده لا فيها حتى شيء، كل شيء يدي له كل بالنظافه. حليب الناقه وال وحليب الساعي وحليب الساعي والتمر والدقله تهزوه معك. الدقله والخبز المله نهزوا فيه الفنز والفريله من هنا حتى الكلام مقطع، الله يقطعهم. وكو شكون يقطع؟ لا يقطعهم الفوق هذوك بتعرفوهم انت.
انا ما نعرفهمش، نسمع بهم سمعاني في الراديو، نسمع بهم ما تعرفش شكون الرئيس، شكون سيد البلاد، شكون رئيس حكومه؟ لا عارف كل شيء. شكون الرئيس؟ الرئيس قيس سعيد. شكون رئيس الحكومه؟ لا الحكومه مش عارف، اما قيس سعيد يودي على الكلامه، على الكلامه الله اعلم، على الكلامه شوره سمح، ولكن برجليه ما توكلناش الخبز، هذه القوه، هذه القوه وهذا الجبروت، لازم يسرح، لازم يخلي الدنيا تمشي شوي، يحل شوي من الخيط واحد وكل شيء باش تمشي الامور، باش يجيو العباد من غادي يحل ولا يكبس، يحل الترافيك ولا يكبس باش يعدلها، مش ترافيك، يحل على الناس اللي برا، احنا نتمو نخدموا على الناس اللي برا، الناس اللي برا كيف تصاحبهم، العبد كيف تصاحبه، صاحبه على حاجه باش يجيب لك الفلوس، باش يجيب لك يخدم كل شيء، والحاجات الاخرى خليه يدبر. تقصد معناتها الاتحاد الاوروبي يريقلوا بوروا معاه؟ يعطيك الصحه، وحتى هني الشوار هذوما جماعه الخليج وكل شيء، اي خليه مش المشكله، اعطيهم كلمه باهيه، وانت تعطيهم انت كلمه باهيه، هم يدخلوا لك من غادي الفلوس، وهم يدخلوا الفلوس. اي بالضبط، هذيك هي لازمك تعمل، معناتها انت تركح في امورك مع القره هذوما اللي ورانا بالضبط، باش يعطيوك الفلوس. لا ما ركحهمش بالنسبه للفلوس، اعطيني خدمتي حق تعبني، والبقية ما يهمنيش فيهم، والله يجي منفوع عليهم، ولا نستعرف بهم، معناها يقولوا لي هو انا وصلنا للبلاصة هذه، نوصلهم للبلاصة اللي يدوروا فيها، أي بلاصة يدوروا فيها، حتى ندخلهم للجزائر ندخلهم. سيان. حتى ندخلهم للجزائر ندخلهم. أما باش يشدك الجيش الجزائري. لا ما يشدش، ما يلقانيش. ما ينجموش يشدوك في الصحراء. ما ينجموش. علاش؟ ما ينجموش. أنا خبيث ثعلب نتاع، ثعلب عليهم. كيفاش ثعلب؟ ثعلب من المداخلة اللي ندخلها هني وما يعرفوهاش. تعالوا بالصحراء. انا عرفتك شكون انا تو، يعني انت تبدا هكا في السويقي في وسط في الرمله تزحف. ما نمشيش للبلاصه اللي يقربوا لهم، حتى نبدا نبعد عليهم شوي حتى يشبحوني، يبدا في الرمل هكا الرمل العالي، حتى برا حتى يشبحوني، حتى يشبحوني ما عادش يلحقوني. تدخل في البلايص الصعيبه. الوعره. الوعر حتى باش على ساقيك ولا على الجمل؟ لا على الجمل، وعلى مثلا رحله بكراهب الجمل اكثر شيء. الجمل صاحبك الجمل؟ ايه صاحبي من سيدي، اكبر صاحب هو الجمل في الصحراء. صاحبي الجمل خير من العبد، العبد باش ندير بيه تو البر وقتنا تو، العبد نتاع مصالح، وين تلقاه الواحد لاصقك كي التمبر لابد ثم فيها مصلحه. حلو، خير مرتك ولا الجمل؟ والله لا المرا خير، المرا خير. تجيش لا المراخيل، امي الاولى ساعة، امكم بعد المراه ومن بعد الزمان، امي الاولى بعد نحكي كل شيء، امي الاولى، امي الاولى وبعد نحكي كل شيء، بعد يلحق كل شيء يلحق. عماد والصحراء هي كل واحد كل اي مربي امي ومربي بابايا ومربي جدي ومربي كل مربتنا احنا، انا لازمنا نحنوا عليها تو. حتى كان يعطوك فيلا في العاصمه؟ لا ما غير تمشي ما غير ما تكمل. لا أنا هكلموا فيه جماعة أصحابي نخرج فيهم، جماعة توانسة نخرج فيهم الرمل، كل ما تملقوا لي في الصيف تعال وهي دارك واحدة وجيب مراك، لا قلت لهم لا، موضوع هذا منتهي. في سخانة 50 تبقى في الصحراء أنت والمرأة؟ شيخ معنقر الكابوس؟ لا عادي، ما عندي حتى مشكلة، ما حتى مشكلة. إيش يدي تسمس وأنا داير ظليلة، داير شعالة فوقها دريبيلة من فوق، وقعد تحتها. وأنت شيخ. والمياه ولا يبرد بشكارته، بدوب بشكارة يبرد. بخ بشوي مي وحط حذاك وكو وني شيخي، وقعد قايله كامله ما تتحركش، وقت الليل الليل تبرد الدنيا وانا كخرج اعمل ندور فيه. ما تخافش من الفاعي؟ لا الفاعي تخاف منه سده وتاكلها تذبحها؟ لا ما ناكلهاش، اما شنو اللفعه راه ما تنعمل حتى يكذبوا عليك، اللهم مش تلهي انت تدافع على روحها، مش تمشي لها تمسها باش تطقك باش تتاكلك، اما باش تبعد عليها خلاها هي توقظ وقت تمشي ماشي في ثنيه وتبدا لفها هذاك غادي تنفخ توقظك، معناها هي بعد عليا. وكي تبدا ريقد ما تجيكش؟ لا حتى جت معناها لازمك تتحركش، حتى جت تقعد حذاك تملم حذاك ترقد حذاك، والصباح تنوض تلقاها تمغطس حذاك ما تكلمكش، مش باش تجي تطقك طول انت واقف في كامل ما تتحركش تعمل لك حتى شيء. معناتها انت ترقد بجنبك لفعه نورمال؟ لا عادي مبننها اللي كنت حبيت، ولا كنت تحب مبننها ولا غطاها مي يزي راسك. تعمل شيء ما تحاربهاش اللفعه ما تعمل لك شيء، ما تحاربهاش ما تعمل شيء، هي ديما توقظك ورد بالك، ما تمسنيش وكاهو ابعد علي.
العقرب حق تجي ديما تجري وتلقاه وتدور حذاك وكل شيء حذا النار، خاصة تبدأ النار شعلة تبدأ تدور حذاك على الأقل الحركة تقول لك ها، أما ما تضرش لا لا. حتى اللي طقت ياسر عباد طقتهم ومشوا للسبيطار عادي، مشوا عادي. وين السبيطار في الصحراء؟ يعني في السبيطار في الغادي في البر لازمك تعمل حل، تشرح تجيب لام عندك شموس ولا لام، تشرح اللام ودير لها النفه مثلا ودير لها الشعال، عندنا الشعال غادي دير لها شعال، ولا مثلا تذبح تذبح حاجه مثلا عندك ثم تذبحها وتدخل رجلك لداخل في الفاد نتاعها تبدا تمص. سيش تذبح معناتها؟ تذبح يبدا الفاد نتاع الزايله مثلا عنز ولا حاجه هيك سعي مثلا تبدا تحل لها فوادها تبدا ساخن الفاد نتاعها من داخل تدخل رجلك لداخل تبدا حتى هي تمص من ثم، من بعد تشرح تشرح راحك وتدير مثلا الشعائيل اللي عندنا غادي تقوف وتوكل وحول الله لباس وتبرى. كان لقيت حل باش توصل هني اوصل، ماذا بيك توصل هني لخاطر كل مره تاثر فيك شوي تقول تذكر رجلك منفوخه وكل شيء، ولكن لباس بحول الله لباس بحول الله لباس. ما تخافش؟ لا خوفك من ربي، خوفك من ربي، امشي نيتك صافيه بحول الله تسلك. حتى مش يعني لا مره لزوز يعني نقعد بلا ميه غادي قريب نموت بالعطش. كيفاش تقعد بالنار بلاش ميه؟ لا لا نهار معناها اللي كان يعرف كيفاش يتصرف الواحد مثلا ما يمشيش في النهار ياسر وفك السخانه ديما يرقد، وفي الليل هو انا يمشي حتى مشي نتاعها في الليل مثلا عنده بوا عنده بلاصه باش يمشي لها، يمشي لها كان في الليل في البرود ينجم يوصل البلاصه في النهار ريق. اي في النهار لازمك ترقد ما عندك حتى حل، ياثر فيك الشمس على خاطر العطش والسخانه تأثر فيك، فهمتني؟ فما برشا معناتها رعاة في الصحراء يخافوا من الكرهب نتاع الكناترية، الكرهب نتاع الكونترا تغدر، نجم تقتلك وانت راقد في بلاصتك، وبرشا حالات صارت هكا. لا، بالنسبة لا لا لا، لا. يكذبوا عليك الكل، بالنسبة معناتها الكونترا أعطيهم اللهم مثلا تلاقوا هو الحاكم ولا حاجة ما يكونش ضاربة ولا حاجة. باقي يلقاك انت بالعكس يجي وقت اللي يجي يتعدى مثلا يتعدى في الطريق يلقاك انت داخل في الرمل يحبس لك ويقول لك ايش حاجتك مثلا. لا كذبه هذه يعني صارت لي، يجيك يقول لك مثلا هاك هاك المي مثلا ناقص مي هاك مي هاك ماكله كل شيء، بصراحه الواقع قدام ربي معناها يقول كلمه حق الواحد. يعطيوك الماكله ويتعداو؟ ولا ويتعدوا طول ما يقعدوش ثم خلاص، يجيك ويقول لك هاك ايش ناقص كل شيء ايش ناقص، يعطوك ويتعدوا ويمشوا. لا الواقع